السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير جميعا، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. مناقشة سريعة ومختصرة لموضوع متعلق بالتغيير السلوكي. الكل منا لديه سلوك، إما أن يكون هذا السلوك صائب أم خاطئ. إذا كان صائب فالأمور متيسرة جدا، إذا كان خاطئ فنحتاج إلى تعديل. إذا احتاجنا إلى تعديل فهذا التعديل إما أن يكون فوري أو أن يكون متدرج. بعض الحالات المتعلقة بالحركة على سبيل المثال يكون التعديل فيها فوري، حالات أخرى لا. عادة، أنت لديك عادة، هذه العادة التغيير لا يكون فيها فوريا، يكون التغيير فيها تدرجيا تدرجيا. قبل ما تبدأ في عملية التغيير لابد أن تكون لديك قناعة بصحة التغيير. أي عملية تغيير تلقائيا راح يكون لها مقاومة، أنت ضروري أن تتعرف على المقاومات، إيش اللي جالس يقاوم التغيير. هذا إذا كنت أنت تغير لنفسك أو أن العملية كلها مرتبطة بذاتك أنت. طيب إذا كانت مرتبطة بغيرك، شوف أنت ما هي المعيقات اللي أنت تضعها في طريق تغيير الطرف المقابل. إذا كان هذا الشخص يكرهك أو ما يصدقك أو ما يعتقد بأن كلامك صائب فهو لن يتغير. ليه؟ لأن هناك عائق، عائق للتغيير، عائق للتأثير، وما راح يتأثر منك لأنه ما يصدقك. من ضمن الأمور أن تكون كذاب على سبيل المثال، لأن هذا برضو شيء من التأثير على عملية التصديق. الناس ما يصدقون الكذاب، وراح نأتي لهذه النقطة في سياق آخر. إذا انعدمت الثقة ما بين طرفي التغيير، المغير والمتغير أو المطلوب من أنه يتغير، يعني طالب التغيير والمتغير، إذا انعدمت الثقة ما بينهم لا يحدث تغيير. إيش السبب؟ لأنه لا يوجد تأثير. كيف يعني؟ معناها أن وسيلة الاتصال ما بين المرسل والمستقبل منقطعة، قناة الاتصال مش موجودة، قناة الاتصال غير صالحة، خارج الخدمة، ولهذا تأثير كبير جدا على عملية التغيير، أي عملية الاتصال ما بين الطرفين. مهما حاولت ستجد هناك صعوبة. ما هو الحل؟ أن نعيد الثقة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، نتأكد من سلامة قناة الاتصال، شيء مهم جدا حتى يحدث. علينا أن ندرك مسألة مهمة تتعلق بموقع الشخص. هناك دائرة للتغيير، هي دائرتك أنت، يعني أنت تستطيع أن تغير نفسك بكل بساطة. وجدت مشكلة في الخطوات في التوجيهات، تبدأ تعدل وتعيد استراتيجيتك أو تكتيكاتك حتى تتغير، هذا أمر سهل جدا مع الوقت. هناك دائرة التأثير، هم أشخاص تستطيع أنك تؤثر عليهم، مش تغيرهم، لا، تقودهم نحو التغيير. هناك دائرة أكبر، الدائرة الأكبر هذه هي دائرة الاهتمام، أناس أنت مهتم بهم لكن قد ما تكون قادر على التأثير عليهم فضلا عن التغيير فيهم. لابد أن ندرك هذه النقاط. هناك ثلاث عناصر مؤثرة في مسألة التغيير: الزمان والمكان والكفاءة. الزمان، هناك من يستطيع أن يغير لحظيا، إيش السبب؟ وجود كفاءة ومعرفة وقدرة. وهناك من يحتاج إلى وقت. ليه وقت؟ لأنه سيحتاج إلى تعديلات جزئية بسيطة في الاستراتيجيات العقلية. يعني هو مدمن على سلوك معين، يمارس شيء على مدى سنوات، ما يستطيع أنه يقلب الموازين لعدم امتلاك المهارة والكفاءة. نأتي للمكان، لا يمكن لشخص أن يعدل من السلوك وفي المكان الخطأ. يعني شخص معه مثلا شواذ يبي يترك الشذوذ، لازم يترك الشاذين. مدخن يريد أن يترك التدخين، لابد أن يخرج من بيئة التدخين، ما يكون جالس في استراحة مع
20 مدخن وكأنه داخل في سحابة، طيب، ويقول أنا الآن أمارس تدريب عقلي أو سلوكي، طيب، أو حتى معرفي لترك الإدمان على التدخين. أنت الآن مدخن، مدخن سلبي الآن، سواء تركت ولا ما تركت أنت مدخن، أنت مع مدخنين. هذه نقطة مهمة. ليه؟ إذا أردت أن تتغير لابد أن تختار بيئة جديدة، بيئة نظيفة، بيئة نقية، بمعنى أن لا تكون هذه البيئة معيقة للتغيير، هذا جانب، ولا تكون محفزة للبقاء على السلوك السابق، منشطة له، هذا جانب مهم، وأن تكون بيئة محفزة للسلوك الإيجابي. فهذه نقاط مهمة فيما يتعلق بالمكان. البعض يقول أنا أهتم لأمر شخص معين، طيب، وأستميت في تغييره. لا تستميت، قم بالخطوات العملية. أنت دورك إذا كان هو في دائرة التأثير تستطيع فقط أن تؤثر عليه وهو يتغير. إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هو اللي يتغير مش أنت يتغير، هذا جانب مهم. إذا كان لا في دائرة الاهتمام وبعيد عنك، فأنت فقط تبلغ، لا تقدر تجلس معه، ما تقدر تساعده، ما تقدر أن تتابعه باستمرار، هذا فقط تبلغ. أما من تستطيع أن تتابع وأن تقف إلى جانب هذا الشخص، هذا تؤثر فيه، يعني كل بين فترة وفترة تعطيه جرعة 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 إذا كانت لديه رغبة، وإن لم تكن لديه رغبة فأنت أيضا مؤثر. إذا كان الشخص اللي ترغب أنت في التأثير عليه أو يقول لك أنه يرغب في التغير والتغيير، وهذا الشخص كذاب، كيف تتعامل معه؟ طبعا هذه من الأمور الصعبة، الصعبة جدا أنك تتعامل مع كذاب لنفسه، يعني أنت تبغى تغير لنفسه ما هو لك، طيب، فيقول والله أنا بذلت وأنا أفعل هذا الشغل المعين. طبعا الكذاب هذا حبل الكذب قصير، لذلك من السهل جدا تتبع سلسلة الحدث أو تركيب الحدث، طيب، فيظهر الكذب على طول، يعني خصوصا للأشخاص الشخصيات التحليلية، شخصيات التحليلية يصعب أن يكذب عليها، وإن تظهروا لأي سبب من الأسباب أنه والله مشى الأمور، يعني كانها مرت الأمور ومش فاهم، لا يتغابى وهو فاهم. طبعا لما أقول تحليلي، تحليلي عالم مش تحليلي جاهل، لأن في شخصيات تحليلية جاهلة هذه تجيب مصائب، هذه تصنع مصائب في العلاقات الاجتماعية، لكن عموما مش هذا موضوعنا. الكذاب دائما يتم التعامل معه بناء على كذبه، يعني يكون عندك القاعدة الأصلية أنه كذاب، يعني إذا قال لك فعلت أطلب منه الدليل الإثبات، ما هو الدليل؟ كيف أتأكد؟ كيف أعرف؟ يقول لك أنت ليش ما تصدقني؟ قل أنا علي عزيزي أنت بالنسبة لي كذاب، أنت راعي الغنم ذاك اللي يقول ذيب 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 ويضحك على أهل القرية واحد، فيوم جاء الذيب حقيقة أهل القرية تركوه، لأنه دائما يقول ذيب ذيب ذيب، اتركوه أكله الذيب أو أكل القطيع. قصة يعني قصة رمزية لكن دلالاتها فوائدها عظيمة جدا كبيرة، تنفع في مثل هذا. دائما الكذاب ضعه في الزاوية، ضع الكذاب في الزاوية، عليه أن يثبت بالدليل. وعموما إذا أردت أن تؤثر على شخص لا تعيش أنت بحلها، لا تعيش أنت في كامل المشكلة، تكون أنت الضحية. أحيانا يعني تتحول أنت من منقذ إلى ضحية. ليه؟ لأنك أنت تعيش ألم هذا الشخص، لا أنت خلك تدخل شوي وتطلع مرة ثانية، يعني تدخل للإطلاع فقط، يعني تسأل وتشوف حتى تصل إلى مرابط الفرس على قولتهم، مربط الفرس وين فيه، جيد، لكن ما تعيش أنت وتصير أنت صاحب المشكلة، معناك أنت المغير، فتقول والله أنا حاولت وما تغير، أنا بموت، أنا بنتحر عشان هذا ما تغير. لا مش ضروري، في أسباب وفيه أيضا حدود لك أنت، يعني مش ضروري أنك تغير، أنت تؤثر. وبعدين اللي متعود على سلوك قديم أصيل عنده لعقود أو سنوات برضو سيحتاج إلى وقت حتى
يتأقلم مع الوضع الجديد. هذا إذا كانت الظروف مثالية للتغير. إذا كانت الظروف غير مثالية فهو سيحتاج إلى مجاهدة، واللي معه يؤثر فيه يحتاج إلى مجاهدة أيضا. يعني ستحتاج أحيانا بعض الحالات تحتاج إلى فترة طويلة تجد فيها تغير بسيط بسيط بسيط، لكن في تغير، في تقدم، بما أن هناك في محاولة إذن النتيجة ستحدث. قد يكون المرء المغير أو المتغير في ابتلاء وامتحان من الله عز وجل في مثل هذه المسألة. أن في أحداث كثيرة بعض الأحيان، يعني ما أتكلم عن إدمان جوال، أحيانا بعضهم مدمن مخدرات، مدمن أجلكم الله زنا، شذوذ، أخلاق وقحة، في شيء من هذا القبيل. يعني مسألة مهمة في جوانب التغيير غير الأسباب الحسية، في أسباب روحية للتغيير برضو والتأثير، ألا وهو الدعاء، أنك تدعو للشخص اللي ترغب في تغييره. طيب، تستعين بالله عليه، تدعو له بالهداية. لا تظن ترى أن هذا الدعاء يعني ضايع، كل دعاء مستجاب بإذن الله عز وجل. يبقى أنك أنت بعد ما تدعو، طبعا ذكرنا هذا في دروس زاد المعاد اللي راجعوها. طيب، بعد ما تتوكل على الله وتستعين به، تقوم ببذل الأسباب العلمية والعملية، تصنع السبب حتى تحصل على النتيجة. هذه نقطة مهمة. طبعا هذا يعتمد على مستوى إيمانك ويقينك في اتصالك بالله عز وجل. السلام عليكم. معلش تنبيه، أنا قلت كل دعائك مستجاب. يقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طبيعة الاستجابة وكيفية الاستجابة هذا موضوع كبير وطويل جدا. تتنبه أنت فقط أن ما يكون عندك موانع لإجابة الدعاء. وبرضو السلام عليكم، انتهينا، نكمل بعدين إن شاء الله في أمان الله. وعيدكم مبارك. مرحبا، اضغط على زر الاشتراك وفعل جرس التنبيه إذا كنت ترغب في الحصول على كل جديد من قناة فيصل يوتيوب.